بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عالم الشريعة المتخصص في دين الله عز وجل، الرجل المفتي، هذا الرجل عليه مسؤولية عظيمة، فهو يذود عن دين الله عز وجل ويوصله إلى الناس سواء مسلمين أو غير ذلك. هذا الرجل عليه مسؤولية كبرى، هذه الأمانة لو خانها فله الإثم العظيم والكبير، فخيانته ليست كأي خيانة. ولذلك تجد الأوصاف الشنيعة على العالم الخائن: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. هذه الأوصاف الثقيلة على حماة الدين، لأن خيانتهم ليست كأي خيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، أي علامات الأرض. في السابق كان توضع بعض علامات على الأرض حتى يعني يدل يعني الرجل أو القافلة أو أي أحد فيما بعد، يدل الدرب أنه والله هني اتجاه الفلاني وهناك اتجاه الفلاني أو اتجاه المكان الفلاني. فكان بعض الناس كان يغير علاماتها على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك. فكيف بمن غير منارات الدين وعلامات الدين؟ فكيف بمن أضاف في دين الله ما ليس منه؟ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه الفئة خانت الأمانة، فوصف الله عز وجل ورتب عليها الإثم العظيم والأوصاف الثقيلة. عالم الشريعة عليه اليوم مسؤولية عظيمة كبرى، تحتاج منا كأفراد أن نعينه على ذلك. أحيانا فساد الرأي أو الخطأ الحاصل في الرأي نتيجة تصور خاطئ، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. يجب أن نعين هذا العالم في أمانته من خلال الصدق مع هذا العالم، من خلال التلطف مع هذا العالم والرحمة، وأن لا نحمله ما لا يطيق. هذا العالم يحتاج أن نضعه في مكانه الصحيح، أن نعطيه قدره، أن لا ننزله عن منزلته. وللأسف هذا حاصل في مجتمعنا اليوم، أن لا يحترم هذا التخصص. يعني يقعد في مجلس ما يتكلم في طب، ما يتكلم في قضية مثلا اقتصادية أو قضية تخص مثلا مهندسين، لكن يتكلم ويجرؤ على الدين ويجرؤ على تخصص عالم الشريعة، ويفتي على كيفه ويصول ويأجول ويتكلم شرق وغرب. لا، بل يصل الأمر أنه يخطئ العالم الفلاني: لا هذا ما فهم أو ما عرف أو ما يعني استوعب القضية، فيتجرأ عليه. للأسف نقول اليوم أن أعظم تخصص ينتهك هو تخصص عالم الشريعة والتخصص الشرعي. حفظ الدين أولى من حفظ الأبدان. جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الدين أولا، وثم حفظ البدن والعرض وإلى آخره من الضرورات الخمس. بالتالي حفظ الدين أولى من حفظ الأبدان، فينبغي للناس أن يتخيروا عالم حاذق عارف بدين الله عز وجل، كما يتخيروا لأنفسهم الطبيب المتقن الحاذق. إن صحت العبارة، إمام المسجد وكأنه العالم الشرعي، خلينا نقول الصغير إن صحت العبارة. لكن هذه أيضا فئة يجب أن نسلط الضوء عليها. إمام المسجد والمؤذن يعانون من الضغط، الصلوات الخمس يعني ارتباط الإمام والمؤذن بالمسجد الصلوات الخمس، هذه مهمة عظيمة، مهمة يظنها الناس أنها سهلة. هو يأتي فقط للمسجد
ويحصل الإمام والمؤذن موجود وخلاص. بينما الواقع أن هذا الإمام أو هذا المؤذن مرتبط بالمسجد طوال اليوم. هذا الإمام أو هذا المؤذن أحياناً ما يستطيع أن يقضي مشوار أو يتحرك إلى مكان أو إلى غير ذلك من الأمور بسبب أنه مرتبط بهذه الصلوات الخمس. نعم ارتباط عظيم، لكن من المؤسف جداً أن يأتي مثلاً بعض المصلين ويسمع هذا الإمام أو يسمع هذا المؤذن الكلام يعني غير طيب، أو الكلام الغير مقبول، أو الكلام اللي ما يرتضيه لو كان هو مكانهم أو لو كان هو موظف في مكان ما أو مركز ما، وأتى رجل من المراجعين وألقى بهذه الكلمات عليه. مشكلة الناس ومشكلة بعض المصلين أنه ما يستوعب أن هذا المسجد ليس في تصرفه. بعض الناس يجي ويقترح ويحط ويسوي، والله يعني احنا محتاجين انه والله نحط كذا في المسجد ونسوي، ونبي نغير اوقات الصلاه ونبي نسوي كذا ونبي نحط كذا، لا ويحدد مقدار القراءه ويحدد مقدار مثلا التراويح والقيام ويحدد معيار مثلا التكييف، وكانه قاعد في بيته، بينما المسؤول الحقيقي هو الامام او المؤذن. هذا الامام مؤتمن على هذا المسجد ومؤتمن على صلاة المصلين. هذه تسمى الإمامة الصغرى، الإمام الكبرى وولاية الأمر الحاكم المسلم هو الإمام الأكبر. الإمام الأصغر هو الإمام الراتب. هذا هو الإمام الأصغر الذي تكفل بحفظ صلاة الناس، وركن عظيم من أركان الدين العظيم. في ثقافة لازم تصير عند المصلين، ولازم تصير عند رواد المسجد، إن هذا المسجد ما هو بيتي حتى أنا أتحكم فيه أو يعني أقترح اقتراحات بصيغة إلزامية. إذا كان عندك نصح فحيا هلا، عندك اقتراح قدمه، لكن لا تنتظر من هذا الاقتراح أن ينفذ يعني بشكل إجباري أو بشكل إلزامي. إمام كبير في السن أو مؤذن كبير في السن يأتي مصلي ويقترح عليه اقتراح، لكن للأسف بصيغة العتب الشديد والصراخ، وممكن تصل الأمور إلى حتى يعني الاستخفاف والاستهزاء بهم. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن تكون أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصب أعيننا في تعاملاتنا كلها، خاصة مع هذه الشريحة المهمة والعظيمة التي تقوم بدور عظيم جدا. يطق مطر، يأتي المصلون، لازم تجمع. بينما مثلا الإمام عند اجتهاد آخر، عند رأي فقهي آخر يتبناه أو يرى هو الأصلح لهذا الوضع، هو يقدر الوضع. لا لا، المصلي بيفرض عليه رأيه، بل ممكن يشتكي عليه في حال أنه ما نفذ رغبته. الأمر زاد عن حده والناس في تطاول، فينبغي للناس أن يرفق بهذه الفئة المهمة والشريحة العظيمة التي تقوم بدور والله العظيم ما يستطيع أن يعمله كثير من الناس، رفقا بالأئمة والمؤذنين. إلى الآباء والأمهات، أعظم علم ممكن أن الإنسان يشتغل فيه العلم الشرعي. كل ما كان الإنسان أقرب إلى ربه في
في حياته كان أفضل بلا شك من غيره. هذا العلم علم يختص بقال الله عز وجل وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العلم شريف، أوصيكم بتوجيه الأبناء إلى هذا العلم وبحثهم على هذا العلم العظيم الشريف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا العلم يورث الخشية من الله عز وجل، وهذا العلم يورث القرب من الله عز وجل. فإذا كان الإنسان قريب من الله عز وجل فقد نال الأجر الوفير في الدنيا والتوفيق في الآخرة، أو نال الفلاح في الدارين. هو مشغول بقال الله عز وجل وقال الرسول. الأمة بحاجة إلى تجدد العلماء، وأن العلماء يوم من الأيام يموت عالم ثم عالم، وأن هذه الأمة بإذن الله عز وجل ينبغي أن تكون ولادة، وينبغي أن نكون ممن يساهم في الحفاظ على هذه الأمة من خلال تقديم ما ينفع الأمة. يعني مثل ما قلنا من قبل أن الأمة تحتاج إلى أطباء وتحتاج إلى مهندسين وتحتاج إلى جميع التخصصات، كذلك لا نهمل الجانب الشرعي. يعني ينبغي الإنسان أن يكون الجانب الشرعي أولوية عنده، إذا قدر يدمجها مع تخصص آخر من تخصصات الدنيا كان خير على خير، ما قدر الأولوية للتخصص الشرعي، ما قدر يتخصص بتخصص دنيوي مفيد لهذه الأمة وتحتاج الأمة مع التثقيف في الجانب الشرعي الخاص بهذا التخصص. يعني شنو اللي يحتاجه في هذا التخصص؟ على سبيل المثال لو قلنا الطب مثلا، ما الذي يحتاجه الإنسان المسلم في الطب؟ يتعلم منه فيكون قد ثقف نفسه شرعيا وحصن نفسه شرعيا مع تخصصه الدنيوي المهم. عندما نقول التخصص الشرعي والتخصص الدنيوي ليس تقليلا من التخصص الدنيوي، الأمة تحتاج الطبيب، تحتاج المهندس، تحتاج المعلم، تحتاج كل الوظائف، لكن بلا شك أن العلم الشرعي يسمو على كل العلوم. الأباء والأمهات، نحتاج اليوم منكم وقفة جادة لتنشئة هذا الجيل وتنشئة هؤلاء الناس وهؤلاء الأبناء على ما يحبه الله عز وجل ورسوله. ولا شك أن الله عز وجل يحب أن يشتغل الإنسان بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز وجل به طريقا إلى الجنة. وأن الحيتان في البحر والدواب في الجحور لتصلي على معلم الناس الخير رفقا بعالم الشريعة، رفقا بالأئمة والمؤذنين.